sony.com والكمبيوتر بقى وصل للانترنت. عملنا partitions، حطينا هارد ديسكات وعملنا لها SSD، عملنا لها اف ديسك، عملنا عليها partition وعملنا فورمات للبارتيشن وعملنا ماونت للبارتيشن اللي احنا عملناه. بعد كده اتكلمنا عن الاس اس اتش بشكل ما، فاضل حته صغيره ان شاء الله هنتكلم عنها قدام شويه نفس التراك ده. اللي بعد كده دخلنا له ازاي نعمل اركايفنج للفايلز بتاعتنا، ازاي نأركايف الفايل، ايه الهدف من الاركايفنج؟ ايه بص دي اخر سيشن انا بجدها ومش مرتبط باللي قبله، فخليك معايا فيه كانك يعني ده مش معتمد على اللي قبله. اللي انا محتاجه في الاركايفنج ان انا بدل ما ابعت فايل اوفر النتورك او حتى اعمل باك اب اجمعه في فايل واحد افضل. ما تنساش ان كمان الاتاكس بتاعت الفيروسز على الاركايف اقل، احتمال ان فيروس يدخل جوه اركايف ويموديفاي فايل اقل من ان هو يدخل على فايلز مفتوحه كده ويعدل فيهم بشكل مباشر. والانتي فايروس والانتي فايروس سكان على الاركايف اللي عليها باسورد او اللي معموله في المودل سيف قليل جدا، غالبا ما بيعملش سكان. تمام، ففي كل الاحوال انا محتاج اركايف، يعني محتاج ان انا اجمع فايلز وفولدرز في فولدر في فايل واحد. ده الهدف الاساسي للاركايف، ان انا اجمع فايلز وفولدرز يبقوا في ملف واحد اقدر ابعته اوفر النتورك او اشيله كباك اب بشكل اسهل. يعني من الدارج جدا ان انت يكون عندك سكريبت كل فتره معينه يحول الفولدر المهم بتاعك اللي فيه داتا بتاع الموظفين يعمل له طار، وبعد كده يسميه بتاريخ اليوم اللي اتاخد فيه الباك اب ويشيله في حته معينه. يبقى انت عندك اركايف للباك ابس بتاعتك كلها طار اركايف، اليوم اللي انت محتاج تاكستراكت منه بعد كده لما تفتكك او يحصل مشكله تروح تعمل اكستراكت للطار اركايف ده. ده اول حاجه. تاني حاجه اتكلمنا فيها ان احنا نقدر نخلي السايز اقل شويه بان انا استعمل ليفلز من الكومبريشن، انواع مختلفه من الكومبريشن. طيب الطريقه العاديه بدون ما اعمل اي كومبريشن هو ان انا بقول له تار سي في اف، وقلنا سي ستاند فور كرييت، في هو فيربوز يعني بيديني على الشاشه هو بيعمل ايه، واف هو اسم الفايل اللي انا هعمل فيه الاركايف. وبعد ما اكتب الامر ده بديله اسم الفايل اللي هو ينتهي دوت تار، عشان انا بس ابقى عارف ان هو نوعه تار. انا لو ما اديتش دوت تار هيشتغل وكل حاجه، لكن انا لو ما وجدتش لو ما وجدتش دوت تار ده كنا هنتلخبط طول السيشن، هو فين الاركايف وفين الفولدر اللي انا بحطه. لكن انت بمجرد ما بتشوف دوت تار ده بتعرف ان ده الاركايف اللي انت بتعمله كريشن يتبعه الفولدر اللي انت عايز تضغطه جوه التار اركايف ده. تمام، يبقى انا مره ثانيه بكتب ازاي الكوماند، بكتب تار سي في اف اسم التار اركايف اللي انا بعمله ووراه الفولدر. بص معايا ثاني لينا نشوفها بتتعمل ازاي. تار سي في اف ايوه بنحدد المكان بتاعه هو بالظبط عشان مسميه مثلا او تبر وبختار وبعد كده سبيس وبعد كده المسات بتاعه الاي تي سي او اي حاجه بالظبط الفولدر اللي حضرتك عايز تحطه جوه الكارت. الله ينور، ممتاز مظبوط مظبوط. وزي ما قلت لك دايما استعمل الفول باس عشان الريلاتيف باس هيبقى فيه نفس المشاكل المالوفه، ان انا لو ما اديتش الفول باس بتاع الطاق هيعمله في المكان اللي انا واقف فيه. طيب خليني انيك داير لا اكس وبعدين اقول له طب فايل تمام. انا عندي فولدر دلوقتي جوه الفايلز دي انا عايز احطه في تار اركايف واحطه على الروت بتاعي انا، الروت اللي هو الهوم بتاع الروت. تمام، فهروح اقول له تار سي في اف. طيب فين بقى الفايل الجديد؟ هقول له روت على مثلا ايه اركايف اركايف دوت تار. كويس، طيب الفولدر بقى اللي انا عايزه يدخل جوه الاركايف هو لاب اكس ده، فهاجي ندي له الباس بتاع ايه؟ لاب اكس. كده لاب اكس اتحط جوه اركايف اسمه اركايف دوت تايم موجوده تحت الروت. تعال نبص نقول له ليست ماينس ال اي روت هلاقي ايه اركايف فين اهو. كويس، يبقى كده انا عملت فايل الهدف منه ان انا اضغط الملفات الفولدرز والفايلز اجمعهم في ملف واحد. كويس،
في انواع ثانيه ليها تولز ليها انواع ثانيه يعني في نسخه وين جاج بتنزل على لينكس، في نسخه بتعمل زيب، حاجات زي كده موجوده. لكن التول اللي احنا مستعملها اللي هي اسمها تار دي بتسبورت في المات تار وكم حاجه ثانيه. لكن انا لو ما كنتش سميته دوت تار كان هيشتغل برضه، لان الاكستنشن ملوش قيمه كبيره في لينكس، لكن هو عشان انا بس ابقى عارف نوعه بمجرد ما اشوفه. تمام. طيب لو جيت استعرض المحتوى بتاعه بدون ما اعمل له اكستراكت، يعني انا عايز اعرف ايه اللي جواه بالظبط، هقول له ايه؟ ايه بقى الكومنت فاكرين؟ تي في اف، تي في اف اللي كانت مكتوبه ايه؟ تي في اف، واقول له روت على اركايف دوت تار. هنا كانه عمل لي ليست، كانه عمل لي ليست جوه الاركايف بتاعي بدون ما اعمل اكستراكت منه. تمام. طب اخيرا لو انا عايز اعمل اكستراكت بعمل ايه؟ ممتاز. اكس في اف وادي له روت على اركايف بعد كده ماين. ممتاز. واقول له فك مثلا في روت على نيو داتا، بس النيو داتا ده مش موجود، فاروح اقول له ميك داير روت. ما مش هتفيدك في حاجه، اول ما تنزل عليك صح؟ اعمله الاول الفولدر واقول له فك جوه. مره واحده. تمام كده الداتا بتاعتي اكستراكتد جوه ايه؟ روت على نيو داتا. تعالى نعمل ليست الايه؟ روت على نيو داتا على فايلز بقى. نفك الفولدر طبعا وفك تحكي الفايلز. تمام؟ عشان يعرض اللي جواه على طول، لان هو عمل لي الفولدر، فك الفولدر باسمه وفك الفايلز اللي جواه كمان، لان انا ضغط الفولدر اللي جواه. تمام؟ لحد كده اهو. زاد معايا اوبشن صغير ان انا عندي اكتر من فورمات يصغروا حجم الاركايف ده. ايه هما؟ زي وجي وجي. زي بتعمل لي فورمات اسمه جان زيب اللي هو جي زيب، وجي سمول بتعمل لي حاجه اسمها بي زيب 2، وجي كابيتال بتعمل لي اكس زي، ده الفورمات الثالث. طب يختلفوا في ايه الثلاث انواع؟ يختلفوا في ليفل الضغط، هيصغر قد ايه. تمام. بس ده هيصحبه مشكلتين، ان وقت الضغط هيكون اطول واحتياجه للسي بي يو اكتر، ووقت الفك هيكون اطول واحتياجه للسي بي يو اكتر. فانا لو عندي سيستمز قديمه جدا ونقلت لها ملف مضبوط مثلا بجي كابيتال، ممكن ما تتفكش اصلا عنده، لان ما عندوش بروسيسنج باور كافيه ان هو يعمل اكستراكت. مع الكمبيوترز الجديده المشاكل دي اقل حدوث، لكن ستيل انها قائمه. لو انا عندي امبيدد سيستم ولا حاجه راسبي باي حاجه صغننه خالص، ممكن اجي اكستراكت عليها، يبقى السي بي يو بتاعها مش كافي ان يعمل اكستراكت. طب احسن ان انا اعملها بالزد او جي ولا ازاي؟ حسب السيتويشن. لو انا يهمني المساحه على حساب ومش فارق معايا ولا الوقت ولا البروسيسنج، اعمل باقوى حاجه اللي هو جي كابيتال. يعني انا مش فارق معايا وقت الاكستراكشن ووقت الكومبريشن، لكن فارق معايا ان انا مثلا الميموري بتاعتي صغننه جدا او ديفايس صغير، فاي فرق ميجا بايت انا اولى بيه. ففي الحاله دي استعمل الفورمات الاعلى. لو انا مش فارق معايا بس عايز السرعه، ممكن اضغط من غير الثلاثه طار بس، لان ده اسرع حاجه. انت شفت وقت الاكستراكشن فرق من واحد للتاني، صح؟ كده واصله ولا فيها حاجه؟ يعني تار بس، دوت تار بس، ده اضعف كومبريشن. ده ما فيهوش ميمي، ما فيهوش كومبريشن، هو ما فيهوش تقريبا، ما فيهوش. يبقى بنفس المساحه بعد كده الاعلى منه، ثم الجي بالظبط، ثم الجي كابيتال دي اعلى حاجه. تمام. بعد كده في اي مشكله؟ واضحه كده ولا ايه؟ طيب نتكلم عن موضوعنا بقى النهارده. عايزين نعمل انستول لسوفت وير، ودي اول مره ندخل في انستول السوفت وير. تمام. وهنا بيختلف الديستريبيوشنز بتاعت اللينكس المختلفه. احنا اتفقنا ان في عيلتين، عيله الديبيان وعيله الفيدورا. الديبيان معاها الاوبونتو، معاها الكالي لينكس، دول كلهم حاجه واحده. دول بيتعمل انستول عندهم بامر اسمه ابت، ابت انستول، ابت جيت ابديت. ده مش هيشتغل معانا، ده مش هيشتغل معانا على العيله بتاعت فيدورا. لو جيت سكنت ابت ده مش موجود على الكالي بالابت، على الكالي ابت، ابت انستول، ابت ابجريد، ابت ابديت، ابت ريموف، وهكذا. في الاخر كونسبت واحد، خلي بالك. اي بي تي العيله بتاعت سنتوس هي
اي بي ولا اي بي تي؟ اي تي اي بي تي اي بي تي. ايوه العيله بتاعه سنتوس اللي هي ريد هات والساينتفك لينكس والفيدورا وحتى امازون لينكس. امازون لينكس كمان من عيله ريد هات على فكره. كل ده بيتعمل له انستول باثنين تولز مشهورين واحد والحقيقه هما ثلاثه يعني ان في تول اوبسوليت والثانيه وجعه بتحصلها يم ودي اللي احنا هنشتغل بيها الاحدث دي ان اف والاقدم ار بي ام كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقه تمام كله بيشتغل بنفس الطريقه وكلهم الفكره واحده وهشرحها لك واشبهها جدا بجوجل بلاي او باي او اس ستور او الحاجات دي تمام. الفكره ايه؟ زمان كان انستول السوفت وير على لينكس عباره عن ان انت بتجيب السورس كود الاول وتعمل له كومبايل على الجهاز بتاعك وبعدين تشغله. انتوا عارفين ان لغات البرمجه الهاي ليفل بتعمل حاجه من اتنين، اما ان هي بتعمل كومبايل الاول وتطلع لك اكسكيوتابل فايل ده البرنامج بتاعك اللي هو اسمه باينري يعني. لما اقول لك اكسكيوتابل او باينري هي حاجه واحده، برنامج بيشتغل. وده قابلنا لما كنا بنتكلم عن البروسيس ولما بنعمل لها كيل ولما بنبص عليها بي اس ما دي بروسيس، ما ده برنامج، ما ده باينري شغال. تمام؟ فأنا لما بعمل البرنامج بهاي ليفل إما إن أنا بكتب الكود بتاعي سي مثلا أي جافا بتاع وبعدين في الآخر أشغل حاجة اسمها كومبايلر يطلع لي برنامج. تمام؟ يعني كده السورس كود اللي أنا كتبته اتحول لبرنامج. تمام؟ وفي الطريقة التانية اللي هي الانتربريتر اللي هي زي البايثون اللي هو كل مرة بيشغل الكود المكتوب مش بيعمل له كومبايل الأول. يعني البايثون مش بيعمل كومبايل خالص هو بيشوف السورس كود اللي قدامي ويشغله كل مره زي ما هو على حسب السيتويشن كان في حاجه ظريفه كومباريزون بين استهلاك الكهرباء بين لغات البرمجه المختلفه فهو فعلا كان البايثون من اكتر الحاجات اللي واخده استهلاك كهرباء كل مره بيشتغل بيبان سطر سطر لكن الكومبايلنج بيطلع بباينري فايل وكمان الكومبايلنج بيفيد في الحته اللي انت عايز الناس ما تشوفش السورس كود بتاعك وده طبعا في السكيورتي يعتبر باد براكتس يعني لان انت مش المفروض انك تعتمد على انك مخبي السورس كود عشان الناس ما تعملش هاكي المفروض تبقى عامل ديزاين صح عشان الناس ما تعملش هاكي ففي الاخر انت كنت بتجيب سورس كود تعمل كومبايل للسورس كود على الجهاز بتاعك وتشغله طبعا ده كان ليه بينفيت ان انت بيكون الابلكيشن كومبايل ده على السي بي يو بتاعك بالظبط بامكانياته بالفيتشرز بتاعته بكل حاجه يعني انا لو عملت كومبايل على جهازي غير لما حضرتك تعمل غير لما حضرتك تعمل كل واحد بيطلع له باينري مختلف اوبتمايزد على السي بي يو بتاعه وامكانياته ولكن ده كان بياخد وقت طويل ومش سهل فالناس كانت بتستصعب القصه دي متخيل جايب الاول سورس كود يعني عامل جيت كلون مثلا منزل السورس كود من على جيت بعدين عامله كومبايل بعدين حاطط سوفت وير عندك هياخد له ساعه ولا ساعه ونص وهو بيكومبايل او هو حاجه كبيره فالبديل عن كده اللي طلع احدث ان انت تنزل السوفت وير ده اوريدي كومبايل ده النموذج اللي احنا متعودين عليه في حياتنا مع الويندوز انت بتنزل البرنامج اي اكس اي هو كومبايل اللي عامله مجهزه وبتاع انت خده ده اعمل له سيت اب بس والسيت اب في العاده بيكون عباره عن ايه سيت اب اي برنامج ده الويزرد صح بالظبط بس هو ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل في النكست انه بيكوبي شويه ملفات في سيستم 32 وبيكوبي شويه ملفات في كومبايلز بيكوبي شويه ملفات في حته مثلا زي الابلكيشن داتا التيمب ده مؤقت بيفتح فيه وبعد كده يخلص في الاخر الابلكيشن بتاعك بيكون سطر اي ابلكيشن من دول غير الباينري وعنده لايبرري مبني عليه اللي هي دايناميك لينك لايبرز دي ال ال بتاعتك في الويندوز مثلا فهو السيت اب بينزل الحاجات دي كلها قلت لك البرنامج الاي اكس اي اللي هو الباينري ده في البروجرام فايلز بيحط لك الدي ال ال في الويندوز سيستم 32 مثلا ويروح يكتب في الريجستري التغييرات اللي انت عايز عشان البرنامج ده يشتغل وبعد كده يشتغل فاي سيت اب في النكست نكست دي هو بيروح يعمل الخطوات دي في الباك اند تمام بس احنا تعودنا في الويندوز كان ان انا بدخل على ويب سايت اداونلود الابلكيشن وبعدين اعمل له سيت اب اعمل له انستول يعني صح لكن تعودنا في الاندرويد ان انا بدخل على بلاي ستور اللي هو مكان متفهرس فيه الابلكيشنز اللي اساميها وما اعرفش ايه واجيب الابلكيشن بتاعي ينزل عندي من البلاي ستور ده بالظبط اللي بيحصل في لينكس سواء في العيله بتاعت يام او في العيله بتاعت ابت ان انت عندك ريبو اسمها ريبوزيتوري فيها السوفت وير بتروح تطلبه منه بالتول اللي اسمها يام في الحاله بتاعتنا نفس الـ SHP لما كان في الاوبنتو مش بيتعرف وعملت ابت بالظبط بالظبط كل التولز مش معموله ديبند على اللايبرري اللي انا بجيب منه هل انا ممكن اضيف لايبرري طبعا بتضيف ريبو ما ده اللي احنا هنتكلم عنه قدام شويه تقدر تضيف ريبو لكن الديفولت ريبوز فيها الحاجات المشهوره المعتمده من ريد هات
يعني كان في وورد و ما انت عندك لايبرري اوفيس موجود اوريدي دلوقتي نازل معايا اوفيس شبيه جدا بالاوفيس اسمه لايبرري اوفيس. فانت من هنا تقدر تجيب اي برنامج انت عايز تجيب. فانا هبدا انزل الاباكسي مثلا قدام حضرتك وانتوا بتنزلوا ومنه برضو اقدر اعمل ايميل بنفس الطريقه. تمام ناس تنزل اباكسي وناس تنزل يا اصل احنا مش هنشغله احنا هتشوفه نازل بس فمش فاكر ينزل ايه. تمام طبعا فاضيين احنا لا كده كده هننزل يوم انستول HTTPD. على فكره الاباتشي على سنتوس اسمه HTTPD والاباتشي على اوبونتو اسمه اباتشي 2 فعشان كل واحد ليه اسمه. تول ولا تو رقم 2 اباتشي من غير سبيس خلاص الدي دي برضه فول دايموند صح ديمون معظم السيرفيسز بتنتهي بديمون بس مش كلها. سيرفيس وديمون اسمين لحاجه واحده والسيرفيس بصفه عامه هو برنامج شغال ملهوش وجهه ولا جي او اي ولا كومبايلر عشان كده بعتمد على تول تاني بشغل بسيستم سي تي ال او في الويندوز بشغل في الويندوز عشان هو خفي هو مش شايف اي حاجه ف هو ده ده الاسم اللي لينكس مسميه لل عشان ملوش اي حاجه ابداوا اعملوا انستول. طبعا الناس اللي هتلاقي النتورك عندها خربانه محتاجه تكونفيجر النتورك تاني لو حد عنده قبل شوتنج النتورك بقى العادي بتاعنا لان يام معتمد على النتورك لانه بيجيب من على الانترنت وبيداونلود الباكج دي من على الانترنت. اي حاجه عايز اعملها انستول يبقى عن طريق يام انستول. لو انا بدور على انفو اقدر اقول له يام انفو. هكلمك لسه عن الكومنت كلها بتاعته بس انا عايزك تبدا تجاوب. اباتشي يام انستول اتش تي تي بي دي ايوه بس كده هندسه اباتشي بقول لك ايه اشيل النهارده لا لا ده الكلام ده على اباتشي اباتشي ايه انا بس طبعا الاسم بتاعكم يوم اول حاجه اقول مشروعها بس كده تدور في الدور تسعه سنه يعني هو كده بس انت لازم تبقى عارف عن الاسم عايز اتكلم مش عارف الاسم يوم سيرش شايف يوم سيرش هيطلع حاجه كتير قوي انا لاني عارف اسمه فما كانش معايا وقت يعني. هو انت كنتوا تعرفوا ان اسم الاباتشي اتش تي تي بي دي؟ ايه رايك؟ طيب ما انت عشان تجيب اسم الاباتشي 2 برضه مش قصه اتش تي تي بي دي عشان لا الاباتشي 2 ده على ده اسمه على الاوبونتو انت ما تسمعش ورا تخبط انا بس انت اسمه على الاوبونتو كده بقول له ابت انستول اباتشي 2 عملت النتورك كابل شفت النتورك طاير المجا اللي فاتت والطاير هو اركايف الاي بي ام هو اركايف بس الزياده عليه ان جواه فايل بيقول له يحط كل حاجه فيه. هو الار بي ام ده جواه ايه؟ جواه الباينري اللي هو البرنامج جواه الليب اللي هي دي الليبات يعني حط جواه الفايل الفولدر اللي اسمه ليب او ليب 64 جواه بمعنى ايه؟ جواه بمعنى ايه؟ وده اركايف انا هو اركايف بيشيل اي حاجه انت قلنا اي باكج اسمه ريد هات باكج مانجر ايوه تمام. يبقى الار بي ام ده جواه الفايلز اللي البرنامج محتاجه عشان يتسطب اللي هو الباكونز كان بيقول لك نيكست نيكست فين باكج بتاعته ايوه جواه بقى كل الحاجات بما فيها المان بيجز بتاعته يعني الار بي ام ده جواه الباينريز جواه الكونفج جواه الليب اللي هي اللايبرري وجواه المانوال بيجز بتاعه البرنامج اللي انت بتنزله. لكن لما احنا عملنا ريموف ونزلناه تاني ما خدش الوقت خالص بتاع الباكج لانه كان اوريدي موجود في الكاش هو راح اخده من الكاش ما جابوش من الانترنت. طبعا للاسف يوم محتاج دايما للانترنت للاسف فانت لو جيت تنزل حاجه محتاج تكون كونكتد بالانترنت. البديل عن كده ان انا عندي حاجه اسمها بدل انستول لوكال انستول اللي هي الاوف لاين بس طبعا هي مش بالبساطه دي لان الباكج هتطلب باكجز ثاني فانت محتاج تجمع كل الباكجز المطلوبه عشان ما تحتاجش انك تنزل في الباك. اذا الكاش بتاع الانستولرز بينزل في الباك الكاش مش الانستول نفسه الكاش عشان لو جيت تنزل ثاني ما يحتاجش وقت داونلود. ساعات بيبقى في اي برنامج مثلا بيجي ما فيش حاجه انزل منها
ده بقى باخده كوبي على طول مش محتاج انشر اصلا مش في الفايل بقى كوبي في البن البرامج بتنزل في البن وفي الاس بن البرامج بتنزل في البن وفي الاس بن يبقى نت بيجيب الحاجه منين مبدئيا انا عندي يام انفو ويقول لي اسم الباكج دي قصتها ايه مش مهم معلش قبل الحته دي انت عامل كده قلت لوكال انستول أيوة. لوكال انستول دي يعني انا لو حاطط فلاش او حاطط ايوه وعليها باكج ار بي ام بتعمل بيها انستول على طول من غير ما تحتاج النت يام لوكال انستول وتدي له الفول باس بتاع فايل الار بي ام هي الرساله بتاعت الكود ظهرت ولا لا حتى جوجل هو بيش انا فتحت اللوجن انا بفيد جبنا علينا مفيش حاجه لا وحتى الجوجل مش بيفهم انت ايه ده احنا في اول الشهر بص الجوجل انستول انفو لا 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 يام انفو واسم الباكج يام انفو ما حد واسم ليه واسم الباكج باكج لول اللي هو اللي عايز اعمله اتش تي تي دي مثلا تمام بصوا لما عملت يام انفو ايه المعلومات اللي انا خدتها هو ال HTTP ده اللي هو ايه اللي احنا بن ده الاباتشي ده سيرفر الاباتشي اللي هو الويب سيرفر بتاع لينكس تمام بس انا واخده لك كمثال خلي بالك انا حاطط HTTP ده مجرد مثال ان هو مساحته صغيره انا مش بكلمك عن الويب سيرفر او تفاصيل ما خليك تنزل حاجه دلوقتي بنقصدي كده لو انا حبيت بقى اي برنامج تاني اكتب فايرفوكس لازم تبقى عارف اسمه تعال نعمل يام انفو فايرفوكس بيقول لك المساحه قد ايه بيقول لي ان فايرفوكس ده كذا انستول ذا باكجز هو انا عايز انزل حتى البراوزرات وكده هنزلها بنفس الطريقه ما هو فايرفوكس اللي هو مش ما عرفتش هو انا المفروض اقول بس شو مش بين عندي شو مش الطريقه دي اسهل بكتير من ويندوز اصلا طبعا بس هي طبعا اسهل وغير كده السوفت وير اللي موجود ده كله تراستد يعني اي حاجه بتيجي من الديفولت ريبو بتاعت ياهو بتاعت اسف جدها تراستد طب لو كالي ناس قصم؟ كالي هيبقى ترست ازاي؟ كالي نفسه مش ترست بس الى حد ما يعني الى حد ما مش هتكون حاجه كارثيه وبونتو ترست طبعا وبونتو عيلت لا وبونتو عيلت ديبيان الناس اشمعنى وبونتو ترستد وكالي لا وان في نفس العيله؟ لان كالي ليه لايبرري لوحدها فيها التولز بتاعت الهاكينج تمام كل عيله بيبقى فيها هي بص لا انت ممكن تنزل انت عايز ايوه طبعا ممكن تنزل اي حاجه على اي سيستم بس هي دي سنه وعلى كده مش ممكن نقدر نفتح مثلا سوي ايه نطلع شطار نحط انتي فايروس في انتي فايروس بس بلاش اي معنى ولا ليه اي لازمه بس ممكن في تو ماينس واي مكان يوم استعملها وحواليك حالا بس مفيش مشكله على النت انت لما اخدت بروجين انت اديت نفسك 100 بص لا انا كنت بتنج من شويه ايوه انا كنت كلنا شغالين طبعا هيدرا بيقول لي لا احنا السيستم يبقى في حد اخد 100 يا جماعه ممكن يكون حد اخد الجيت واي بتاعنا هنا واخد ممكن يرجع ال 100 هيقول لي 100 حضرتك خلاص اديتني 100 مش مهم صحيح لا انا اديتك الجيت واي 100 الجيت واي 100 طبعا اللي اخد الجيت واي 10 مزنوقين لو سمحتوا يا جماعه لو احنا اخد الجيت واي رجعه عارف تعرفها ازاي لما اقول له ارج ماينس اي واجيب الماك ادرس بتاع 100 وابص عليه هل هو نفس الماك ادرس الحقيقي بتاعك ولا لا واخد بالك بنجا ما هو ب 100 هيرد عليك سواء السويتش او يوزر بس تقدر تميزه بالماك ادرس بقى لو انت عارف الماك ادرس بتاع الفايرول بتاعك يعني واخد بالك اكيد مش عارف
احفظه. لا تقدر تبص عليه في فايبون يعني لو عايز. بس هو موست بروبلي شغال يعني ان انا قادر ابينج عادي وما فيش كونفليكت. لو كونفليكت كان كل واحد لما اقول لك المشكله بقى خلاص احنا وصلنا للحته اللي احنا عايزينها. انا محتاج خلينا كده بس طلع ايه عشان مش مشكلة خليه يبقى انت اللي فاضي. يبقى انت اللي انت اللي عملت اللوب. انا اللي قلت شكلها. انا اللي كاتب الجيب خلاص. ممكن انزل اي سكانر واعرف كم واحد واخد 100. ماشي بس احنا فاضيين. احنا لو كل واحد يعمل اي بي اي عنده بس هيعرف مين واخد 100 مثلا. كل واحد يعمل اي بي اي عنده مثلا. انا بره انا سليم قول له سليم الاربعه سليم 5 تعمل اي بي اي ماينس اي بي سبيس اي اي بي سبيس 39 الحمد لله تمام 37 انا عندي كيك بس ما اقدرش اعمل يعني انا عندي كتير كتير ما تخافش بس ما تقلقش مش هاخد 100 هو انت 45 40 انا 45 مين 45 انت انا 32 انا زي ما انا طيب يبقى انفو خلينا في الحاجات مش بس وانا كده اللي انا الثاني اخد 10 10 بوينت صح الثانيه انا ايه الاي بي بتاعك انا ظاهر عندك ان هو اي اي بي ظاهر عندي في الكاركتر ان هو الاي بي 142 245 طب يبقى انت حاطط الاثنين اي بي عندك ده كده ده ادلتهم ازاي بقى؟ هتعمل ان ام سي ال اي كون مود اي بي ماينس اي بي فيرجن 4 كذا ادرس كذا ماشي بدل بلس ماينس خلاص ماينس واي بيعمل انستول على طول اهو يم يم انستول اتش تي تي بي دي ماينس واي مش هيسالني على الحاجه اللي بيعملها تمام وانا هرمي يس على كل حاجه لو الباكج اوف لاين لو ايه لو الباكج اوف لاين هيقول لي ان مفيش باكج في الاسم ده انا دلوقتي جبت باكج مثلا سوفت وير كويس عملوه لي البروجرامر وعملوه ايوه مش مهندس ما نزل عندك طبعا مش هلاقيه في لسه مش هلاقيه في الباكج بتاعك يوم لا الا لو لو الديفلوبر عبى السوفت وير بتاعه في ار بي ام لو ما عبوش حاجه برايفت هيقول لك بقى خد اعمل له كوبي هنا وخد اعمل له كوبي هنا خد الباينري حطه في الباينري وخد هنا اشتغل لا انا مش فاهم واحد انا مش فاهم انا الاسطول تاني بحط ماينس واي بس عشان ما يسالش تمام ماشي وريتك ان هو ما سالش في حاجه ثابته مش مهندس يعني ايه السوفت وير الاوف لاين برامج الاوف لاين دي حاجه ثابته ثابته منها على لا طبعا الانستولر ده اللي بيعمله ديفلوبر بيعدي الابلكيشن بتاعه في باكج دي حاجه لما لا مستور في حاله الريد هات بيتحمل في ار بي ام اي حاجه بجيبها من ار بي ام تمام يعني خليني اوريكم بص لو انا رحت دلوقتي ادور هنا على اتش تي تي بي دي على اباتشي ار بي ام داونلود هلاقي ان انا عندي هنا الباكج بتاعت الاباتشي تمام اقدر اروح اخدها من هنا شايف دي HTTPS هقول له كوبي اللينك ادرس كويس عايز اعمل داونلود ايه التول اللي بعمل بيها داونلود عشان اقدر اداونلود اي فايل دبليو جيت انا عندي تول ثانيه اقدر اداونلود بيها اسمها دبليو جيت كله اسمه دبليو ايه اداونلود بيها ايه جي اي تي اي حاجه عايز داونلودها ففي الحاله بتاعتي انا هداونلود الار بي ام واعمل له ايه الفرق بينهم اليوم لا دي داونلود دي داونلود اي حاجه في داونلود من على اي داونلود عايز داونلود ايه تانية اغنيه فهمت جرب على فكره بنكت وكوزيني ماشي اشتغلت هو كان واقع هو كان فعلا دول حضرتك كده بتعمل له تاني واحده واحده كده مش خالص حضرتك بتكتب بسرعه انا بعد كده حاسس عارف ليه حضرتك كده بتعمله داونلود ما انا قاعد شفت الفايل طب تاني معلش الامر تاني انا مشتغل كلها دلوقتي حضرتك انا بقول لك احنا على الباكس احنا مش عارفين الروسه احنا سرشنا على لا لازم تبقى عارف اللينك بتاعه لازم تبقى عارف اللينك معناه عنده دلوقتي احنا ما دبليو جيت سبيس اسم الحاجه اللي انا بعمل لها داونلود انت حضرتك اخدت كوبي يا ريت مساحه الشاشه ايوه واحده بقى
انت خدت كوبي مش بس كتبت دبليو جيت كده بتنزل اباتشي بس بنزله بطريقه ثانيه فوايد لو انا هداونلوده من الويب سايت بتاعه واعمله انستول دبليو جيت سبيس وعملت الفول باس بتاع البرنامج خدت كوبي من برافو صح كده بقى حضرتك عملت بيست الحركه اللي انت عملتها دي كده ممكن لو عايز انزل فيلم او صوره هكتب جيت وراح اخد اللينك دبليو جيت زي موقع داونلود ابلود تكتب دبليو جيت وتدي له الفول لينك بتاع الحاجه اللي انت بتنزلها كده تعمله داونلود كده تعمله داونلود عندي طب عايز اعمله انستول بقى هستعمل يام برضه بس المره دي هقول له يام لوكال انستول تمام اسم الباكج اللي انا نزلتها ايه اباتشي دي كذا شايف الاسم ده ايوه هاخد الاسم ده واقول له يام لوكال انستول وادي له الاسم ده طب ما ادوش دايركت اكاونت لو عايز تدي له الفول باس ادي له الفول باس ده صح لكن انا لاني واقف في نفس المكان فمش محتاج معايا شايفين الامر ده ده كلام عمل له انستول لوكال يبقى دي طريقه ثانيه للانستول هي دي مش كوماندد لان الباكج اللي جايه دي مش تراستد انا مداونلود من ويب سايت عادي لكن اللي هنزله بكوماند يام انستول هي من ريبو التراستد بتاع تريد هات فانا مطمئن ان السوفت وير ده ازاي انا عملت يام لوكال عشان اوريك ازاي تنستول لوكال طب هو حصل لما عملت دبليو جيت يعني كان نزلناها لا داونلود عملت لها داونلود بس انت في البيت بتعمل داونلود للحاجه وبعدين تعمل لها سيت ودي بالظبط اللي انا عملته انا عملت داونلود للحاجه الاول بقى عندي الار بي ام لوكال على الجهاز بتاعي انت جبت منين اباتشي من الويب سايت من الويب سايت اخد كوبي لينك اهي اخد اللينك كوبي اهي اهو ثانيه واحده بس يا جماعه عايز اشوف بقى المهندس انا خدت اللينك ده كوبي حضرتك شايف ده الويب سايت بتاع باتشي تمام خدت اللينك ده كده قلت له كوبي لينك ادرس جميل رحت هنا على كلمه اللي بعد ما عملت لوكال انستول اباتشي كذا ما هو اسمه في اللينك اهو مش انا عملت دبليو جيت كده واديته لينك مش اسمه هنا في اللينك اهو اباتشي ده خدت اخر حاجه في اخدت اسم الفايل وده اسم الفايل اللي نزل طيب هو بيعمل تشيك على هو بيعمل تشيك على الترستد فرد يقول لك ترستد فهو بيكمل الانستول لا في حاله اللوكال انستول مش هيتشيك انا شفت في الاخر الانستول بتاع هو يعني في اربع خطوات عمل هو تشيك ان الفايل كونسيستنسي بس ان الفايل مظبوط لكن ما لا ما عملتش تشيك على الانستول دي بس لكن هو مش تراستد لوكال انستول عمره ما هيطمن ان كانت الباكج ده ممكن هاكر باعت لك ار بي ام يقول لك خد التول دي فانت نزلتها ضربت السيستم ما اقدرش اتاكد اللي اتاكد منه ان انا كنت بستعمل الديفولت ريبو بتاعت يام في الحاله دي هبقى مطمئن ان ده اللي حاطين الباكج دي ريد هات مطمنه من الاستابيليتي ومن السكيورتي طب خليني اوريك دبليو جيت مره كمان في داونلود حاجه مش ابلكيشن عشان ما تختلطش عليكم الامور مثلا تمام لو انا رحت هنا قلت مثلا ايه مون امج جيت خدت الصوره دي كده مثلا تمام على ويكيبيديا لو انا عايزه انستول عايزه داونلود الصوره دي هروح اعمل كده اقول له كوبي ايمج ادرس تمام روح هنا بقى ميك داير دي ايمج دبليو جيت احنا بنعمل بس بيست عادي بقى طب عايز اعرضها قدام الراجل طب عايز اعرضها قدام الراجل لازم جي او اي مفيش لايف بتاع الراجل الاف بقى الراجل عايز اعرض الجي او اي من على الشركه اول عملت ميك داير ايمج دخلت جوه الدايركت فولدر عملت داونلود جواه عشان داونلود جواه بدبليو جيت حتى البرنامج لسه منزله نفس الكلام اي حاجه اي حاجه عايز تعملها داونلود تقدر بدبليو جيت تعملها داونلود منزلين دلوقتي الباتش اخدنا بقى اللي اخدت اسمه عملت بيه لوكال انستول قلت له انا هعرضه دلوقتي وافتحه لازم جي او اي ديبند على البرنامج ده حالته ايه ديبند على ماشي طب اطلعوا بيك مش مهندس 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 مش م
دي فكرة. لا خوش سهلة دي. يا فكرة خوش. خوش. طيب يلا بينا. تول تقدر تعمل بيها كويري جوه ال RPM كوماند RPM. يبقى انا عندي كوماند RPM. RPM كان ممكن استخدامه للانستول يعني يعمل حاجه شبيهه بيام لوكال انستول بس ده مش كوماند ده خلاص بقى مسؤوليه فاحنا بنستعمله كده. لكن احنا بنستعمله بس عشان نبص جوه الباكج كاني بعمل لها اكستراكت او ببص على ليست الملفات اللي جوه لسه. تمام؟ يعني انا بعد ما بعمل داونلود لباكج RPM اقدر ابص على محتواها بامر اسمه RPM. تمام؟ اوبشنز بتاعته خليني انا هعمل الكلام ده على باكج ال على باكج جوجل اللي انا جايبها. خليني الاول اشغل كوماند فايل عشان اشوف نوعه. بص قال لي ايه؟ قال لي جوجل كروم ستيبل كرنت كذا RPM نوعه RPM فيرجن 3 ما اعرفش. خليني ابدا اقول له كويري الباكج بمعنى ان انا اروح اقول له ابني ابني انت عاجب ذوقك RPM ماينس كيو اي دي. قال لي دي ايه؟ نوت انستولد. هو كيو اي كويري باكج. بص لما حطيت كيو اي بي جاب لي الانفورميشن كامله بتاعتها. قال لي ان دي نوت انستولد. قال لي ان دي اللايسنس بتاعتها مالتيبل لايسنس. قال لي ان السيجنتشر كذا. قال لي ان السورس ار بي ام جايه من جوجل. طبعا الكلام ده كله مش تراستد عشان كده قلت لك الار بي ام ما ينفعش يستخدم في الانستول. ممكن يتقال اي انفورميشن ما تكونش حقيقيه. الديت والبيلد والريلوكيشن والباكجر والفندور ومع واليو ار ال بتاع الفندور كل ده يعني كلام. الار بي ام بيجيب لي كل الار بي ام الكوماند. جربه معايا على الباكج اللي انت عملت لها انستول ايا كانت هي ايه. اي باكج عملت لها انستول عملت لها اسف داونلود ب دبليو جيت بس انت داونلود حاجات نفس ريت البرجين بيجي لي الريفرس كلها شبه الطاج لما قلت له انا ما عملتش داونلود لحاجه واجد المحتوى ما عملتش داونلود لحاجه ما استعملتش دبليو جيت. لا طيب اعمل داونلود لاي حاجه تجيب بيها ار بي ام بس ولا بس لا لا ار بي ام بس. التول دي ما هي اسمها ار بي ام فهي معموله للار بي ام. دي كانت زمان بتستخدم في الانستول قبل ما يبقى متاح. انا سوق ار بي ام اكتب اسم جوجل اكتب برضو عندي ار بي ام ماينس كيو دي اف انا اجيب من كل ده ده ما بيجيبش هو يجي لك بس دي واسه عايز اي باكج انا عملناها داونلود ده اجيب الانفورميشن. حاجات يعني بسيطه بس مفيده يعني دي ده مثلا بيطلع لي الدوكيومنتس اللي جواه المان بيج يقول لك اساميها ايه او السي طلع لي كونفج فايل اللي جواه. تمام فهي بس كل هدف كوماند الار بي ام انه بيعمل لي كويري على الباكج اللي انا منزلها عندي لوكال يجيب لي معلومات منها زي ما الطاج كان بيعرض لي محتوى الطاج اركايف وال بي ام بيعرض لي محتوى اعرف الفيرجن مثلا الفايلات اللي جواها تراست. لو انا عملت بيها انستول فهي نوت تراست لكن وانا بعمل بيها كبيره يعني. لكن لو استعملتها ان انا بانستول ما اضمنش ان الباكج اللي بعملها انستول دي ما فيهاش هي جايه من مكان بالظبط بالظبط زي ما ار بي ام في انستول هكتب ار بي ام انستول. لو انا بنزل صوره زي ما حاجه عملتها او فويس ده دبليو جيت انا كده نزلته بدبليو جيت مش دعوه بالار بي ام. باشمهندس طب ايه الاصل هينزل ار بي ام كيو اي وكيو اي بي ده كويري على الفايل ده تديله كيو اي واديله اسم الباكج اللي انا منزله. طالما مكتوب لك عامل بالار بي ام مكتوب له اسم يعرض لك معلومات عنها مش ضروري بس ابقى عارف ان ده موجود. هسوق بقى الكوماند ار بي ام جوجل
ار بي ام والاوبشن اللي احنا حاطينه كيو اي مثلا او كيو سي او وات ايفر واسم الباكج او الفول باس او ار بي ام ليه باكج مانجر باكج مانجر. عندي اوبشن تاني مهم مع يام اسمه دي انستول. لو انت خربت الدنيا والباكج باظت او فايل ناقص منها اقدر اقول له دي انستول. بكتب بدل يام انا بكتب اي بي تي عشان مش عارف لا لا سيبك من دول مش كل واحد من دول يوم اوبشنز موت مش يعمل ايه نسو مش شرط مش شرط هكتب ايه الكلام دلوقتي على طول تمام هكتب ايه زي جوجل جوجل كروم لا زي فيكس زي فيكس في الويندوز بتصلح حاجه بص بتنزلها تاني بتنزل الباكج فوق اللي نازل ليش نسو تنزل جوجل كروم ايه ريموف هي انا عندي ريموف ريموف بيمسح لكن مين المسطول بينزلها تاني على فرض انك وقفت ولا حاجه كروم ايه زي ريستارت جوجل كروم ايه شنو بيعمل ريستارت لا مش تبدا لا اكتب في النص ايوه جوجل كروم ايه وتمسح منها ملف قول مش عايز انزلها من الاول اروح اقول له مين المسطول كمل النص تمام ازاي مين المسطول واسم الباكج تمام انا عايزكم تنزلوا باكج دلوقتي اسمها جي فيم. جي فيم دي هتفيدكم في حاجه تانية مهمه انها هتقدر بيها تشوف الاوبشنز بتاع فيم بجي او اي ده جرافيكال فيم تمام. فهي حلوه ان انا اقدر اتعلم بيها فيم بطريقه سهله يام منها رجعنا يام ومنها بصينا على حاجه شبه جي شبه فيم فاقول له يام انستول جي فيم يام انستول جي فيم هندسه طلع لي ثلاث اختيارات واي دي ان انت بتنزل بايه واي دي ان ايه بقى ايه واي دي ان يس داونلود يس داونلود وانستول دي داونلود اونلي نو كانسل يعني دوس واي ينفع هنا دوس واي ماينس واي لا واي من داونلود بجوجل كروم طبعا بعد كده كويس يب يديك ثلاث اختيارات مش اثنين واي ودي وان يس هينزل دي هيعمله داونلود بس ما يعملوش انستول. افرض انا عايز استفيد من الانترنت دلوقتي من الباكج تبقى عندي في الكاش لكن ما عملتش انستول دلوقتي بقول له دي بس ينزل في الكاش بعد كده اعمله انستول تاني في وقت تاني هينزل يعني نعمل انستول مره تانية مش هحتاج بقى داونلود لان كان قصدي داونلود انا عملت انستول خلاص تمام فيم سي فيم ما نزلش فيم هندخل بقى على جي او اي مع بعض هندسه معلش يعني طلع قدامي اليوم انستول جي بي ام دي تاني نازل برضه لا على الكوماند لاين نزل تمام سي ايه جربته تاني يمكن النت كاس مش مهندس يس هي يان جي في جي فيم جي فيم جي فيم دي زي ما انا كده لا عايزين ندخل نشوف التول دي بس من جي او اتش ريز اي دي بعمل كل البرس اي دي مش عارف موت بتحطش 9 انت ما بتقدرش تحط والله حطيت لو حطيت 9 بيك المايك لاين والرقم بتاعها الوقت مش عارف ليه رقمها ما تقول له يام على طول ما دام بي كيل هو مديني بي كيل بالاسم مديني بي اي دي برس اي دي بي كيل بالاسم يام بس الثاني بقى روس الثاني غلط اعمل انت بتكتب بي كيل ايه دلوقتي يام بي كيل ماينس 9 نو يام يام اعملها كمان مره بس كده يبقى تمام احلام في اوبشن فوق هو غير الاوبشن اللي فوق انت منه تتعلم فيم لان اوامر فيم بتتكتب في المنيو بتاعك ادخل بس اقول لا لا مش طبعا انا كنت عاملها في المنيو مرنا حبيبتي قوي انا عملتها في 15 مره ما تقتلش لسه لا موتهم كله هنا راستر شيل البطاريه اهو جي فيم ده بيديك نفس اوبشن فيم بص اوبن كولون اي تمام نيو
اهو هقول له insert. بص نفس اللي بعمله بفيم تقدر تتعلم فيم بيه. تمام دي تول تقدر تتعلم بيها فيم. لسه هنتكلم عن فيم تاني ان شاء الله شويه اوبشنز زياده يعني. بس ده جي فيم بس انا بدينا هنا عديل على السكريبتات ها مهندس انا عارف. تمام فانت هنا الفكره بس بتاعتك ما انت اوريدي معاك بيروح لفين ما انت اوريدي معاك الفكره. لا 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 شويه اوامر في فايل وبتعمل له اكسكيوت. ممكن اعمل اوامر لايه يعني انت محتاج تعمل ايه؟ ما هو اصل دي النقطه دي مشكله فعلا يعني مشكله كبيره جدا في مصر ان انت مش بادئ الاحتياج. انت بادئ انا عايز اتعلم الحاجات. لازم يكون في سبب انا محتاج عشان الحاجات. خلي بالك كل التولز اللي موجوده في الاوبن سورس انا عارف مشكله الموبايلز عند حضرتك بس دي الموضوع ابعد شويه عن القصه. الفكره كلها ان التولز اللي موجوده عندي في لينكس او في اي حاجه في الاوبن سورس اتعملت عشان احتياج اصلا. ايه ده؟ ما اتعملتش اتعملت لان ظهر احتياج يتطلب ان يتحل التول زي دي. فانا عندي مثلا محتاج يوميا اخد باك اب من الداتا بيز. هعمل ايه؟ هعمل سكريبت بياخد يوميا من الباك اب من الداتا بيز. هيتحط في فايل يبدا يقول له ماي سيكوال دمب المكان اللي هياخد منه المكان اللي هيودي فيه. هقول له رينيم بالديت بتاع اليوم او بالتايم لو هو في تايم ويتحط في حته. طب انا عندي عايز ان الباك اب ده احطه اوف لاين او اوف سايت في حته ثانيه. هروح اعمل سكريبت تاني ياخد من المكان الاولاني يودي في المكان التاني. تمام؟ طب انا ظاهر عندي احتياج ان انا عايز الفولدر بتاع السكانر يتمسح بعد 3 ايام. هروح اعمل سكريبت بيدور على الديت يشوف الفايلز اللي اقدم من 3 ايام ويمسحها. في بقى سكريبتات تبقى نازله دوت باد ده الويندوز دوت باد ده باتش يعني ويندوز. دي سكريبتات انا شفت في سكريبت منهم باش بيعمل حاجه معينه. ليه عرفت انه باش وهو دوت باد؟ سكريبت باش بيتسمى دوت باش يبقى متسمي غلط. دوت باد ده اسم بتاع الويندوز باش باش بتاع الويندوز بتاع لينكس. فانت هو متسمي ايه دوت باد ده اسم غلط مبدئيا بس ما مالناش دعوه بالاسم. الفكره في سنتكس اللي جوه مكتوب اوامر ايه ويندوز ولا لينكس. ده اللي يحدد لك ده اللي يحدد لك. خدت بالك السوري سكريبت بيجي من احتياج حاجه انت بتعملها. طب احنا على مدار شغلنا من وقت ما بدانا الكورس من النهارده انا ممكن اعمل سكريبت يعمل ايه؟ ممكن اعمل سكريبت يكونفجر النتورك لوحده بدل ما انا اشتغل مانيوال ان ام سي ال اي وادي له الفاريبلز كلها اللي انا عايزها واروح اعمل دوت سلاش ران ويكونفجر النتورك بدل ما انا كل مره بكتب الامر الكبير اللي هو اخر اي بي صح واسيب الاي بي صغير وهكذا. تمام دي حاجه عملنا بارتيشننج للديسك ممكن اعمله بسكريبت هو لوحده يروح يعمل فورمات مثلا او يروح يعمل ماونت مثلا اخليه يسني بالسيرفر مع الجهاز بالظبط. انا عندي حاجات في الشغل مثلا حاطط حوالي 5-6 ماونت في فايل واحد وبشغله مره واحده يماونت في 6 بدل ما اعمل مانيوال ماونت. فدي الفكره. انت السكريبتنج هو حاجه انا اوريدي بعملها مانيوال بعملها اوتوماتيك لكن انا رايح اتعلم سكريبتنج. ليه السكريبتنج؟ الفكره مش هتبقى واصله لك. انت فكر انت محتاج تسهل على نفسك حاجه. الباشمهندس كل يوم بينسخ انستول ويندوز جديد او اوبريتنج سيستم جديد على اللابس هنا ممكن يعمل سكريبت عنه يعمل كلون كل يوم لنسخه فريش على اللابتوب او على الديسك توب. يبقى كده حل مشكله بدل ما يشتغل مانيوال بيحلها اوتوماتيك. خدت بالك؟ مش بس هو كان سكريبت اول ما حد يعمل سكريبت مثلا حاجه يعمل دول اكس دي رن اي حاجه يعني ايفري ثينج يو كان ايماجن از ريل. اي حاجه هتحلم بيها انك تعملها بسكريبت هتتعمل. او نعمل ممكن اي حاجه اي حد يفتح جهاز غير اي حاجه خد ايفنت باي شكل ان فايل زاد ان وقت اتغير ممكن يقلل الحياه كل حاجه ممكن تعمل روت طبعا اعمل ار ام ماينس ار اف روت وحطه في سكريبت هيمسح لك الروت. واو نعمل فهي الـ هي نفس اللي بنعمله مانيوال بيتعمل بسكريبت وحطه في الستارت اب حطه اه كل ما يبدا يمسح هو ده بالظبط. تمام دلوقتي شفنا جي فيم عامل ازاي. ده تقول انت بعد كده استعملها ان انت تجرب الفيم بطريقه جرافيكال واستعملها حتى از النوت اديتور بتاعك تبقى اتعودت على فيم واحده. انا هرجع دلوقتي للشيل بتاعي. تعالى نتكلم عن يام بيقرا الريبو بتاعته منين. تمام لان دي نقطه مهمه جدا. بيجيب الانفورميشن دي منين؟ الكونفيجريشن كلها موجوده جوه فولدر ايه؟ ETC ممتاز. فانا هدخل على ETC يم دوت ريبوز دوت دي. انا عندي فولدر تحت ETC اسمه يم دوت ريبوز دوت دي. تمام هعمل له ليست
يعني انت اللي عامل الفولدر ده. نعم؟ لا لا ده كل السيستم. ده موجود نازل مع اليوم. نازل مع اي انستوليشن لينكس. جد هاتيا. ده عليه الريبوز بتاعة اليوم. اللي بيقى منها باي ديفولت. تقدر تزود فيها وتشيل منها. لو انا عايز احط ريسورس جديد بداونلود منه بزوده هنا. لو عايز اشيل من ريسورس من الريسورسز بشيلها من هنا. تعال نبص انا عندي حاجة اسمها بيز مثلا. دي اول واحدة. نعم؟ حاضر. اكبر الفونت. كان في حاجة هنا بتكبر الفونت. احنا بنكبر من عندنا. انت بص بالسكرول الماوس انا زوم. زي ما انت مش مهم زي ما. لا لا بس في اوبشنز انا مش هاخد الوقت. اهو هنا فونت. كبر الشاشة. اهم اصبر بس. فونت ده كده خليه 18 كده تمام. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. كل الناس مش شايفه اتكلم دلوقتي. طيب تعالى بقى ايه ناخد اول واحده دي اللي هي سنتوس بيس. انا كنت بعمل زوم از ان اكزامبل. لا فكرني بس كده على الاقل. تمام كل الهاش ده كومنت سيبك منه. السطور اللي في اصل خلي بالك ده من اسئله الامتحان. يعني اسئله الامتحان بيقول لك اعمل يوم ابديت ويوم ابديت بيتعمل بكوماند ابديت بالمناسبه. يوم ابديت بس ما تعملوش دلوقتي. ما حدش يعمله دلوقتي لان هيعطلنا وهيبطل النت هيداونلود حوالي جيجا. تمام فيوم ابديت نعمله احنا مروحين. اعمله انت مروح ولو طفوا السيستم هتيجي تلاقيه كراش المره الجايه ان شاء الله. ده بيحصل دايما في الكراش. يوم ابديت هو يوم ابديت لازمته ايه هندسه؟ يعمل ابديت لكل الباكجز بتاعتك مره واحده. يعني نكتب دبليو جيت لا يوم ابديت يوم ابديت بس. طب هو على الكالي يبقى ايه بي تي يعمل ابديت ابديت او ابديت السوفت وير اللي موجود على السيستم. ايوه لكل السوفت وير اللي موجود على السيستم كله. المشكله ان لما بيفصله هنا بيكوجبت لانه بيكون لسه شغال. فلا بس هو ده ابديت ولا لو عامل مثلا كونفيجريشن وعايزها تشتغل لا ابديت ابديت بيجيب الباكجز الاحدث من كل حاجه. تمام لان ممكن نزل ابديت بعد ما انا عملت انستول. يعني انا عملت يام انستول ونزلت جي فيم الديفلوبرز عملوا جي فيم احدث وجيت هات حطيت زي اللي بتخش على جوجل اسمه ايه ده اللي هو البلاي جوجل ده المتجر بتخش تعمل ابديت لكل البرامج بالظبط. هو ده بس هتعمل كله بقى. تمام فكل الحاجات الهاش دي سيبك منها. تمام لانها هاش اقدر اعملها دليل بدون ما يتاثر في حاجه. بيقول لي زيس ميرو سيستم. لو شلت الهاش بقى هيأثر. لو شلت الهاش ايه ليه كده اهو عايز تشيله خالص اهو. لا اصلا شلت الهاش ده بتشيل. لو شلت الهاش هيبقى حاجه ملهاش معنى. هيبقى حاجه ملهاش معنى فهيكراش يوم مش هيشتغل عليه. تمام طيب ال من الاخر كده الريبو هي السطور دي اللي انا هايلايت دي كده بس. دي كده ريبو. تمام كده ايه دي كده ريبوزيتوري اللي بيقرا منها عشان ينزل السوفت وير. تمام بدا باسم اللي هو اسمها بيز هنا بعدين نيم بيتعرض لما تنزل سنتوس. وخلي بالك ال الفاريبل ده عشان يجيب لك الفيرجن بتاع الفيرجن اللي انت فيه. تمام بيز وبعدين الميرور ليست ومدي لك فول باس لاي بي وبعدين البيز يو ار ال ده هاش ده اصلا يعني مش شغال. وبعدين الجي بي تشيك 1 بيتاكد ودي قوه السكيورتي بتاعت ريد هات بيتاكد ان هو ديجيتالي سايند بالكي اللي بعده ده. تمام فلو الكي ده مش موجود او اللايبرري دي حصل لها حد عدلها هو مش هيقدر يكومبير الكي مع ريبو فيقول لك ان الفايل ده غلط. كل ريبو ليها كي. تمام يعني الحته دي ممكن اعمل لها ديسيبل. يعني انا ممكن اروح اغير ده كده اخليه زيرو بدل 1 او ممكن اعدلها عشان ما ينزلش حاجه كده مش هيتشك. كده مش هيعمل تشك. يعني لو اللايبر دي الباس ده مش تراستد هيقبل ياخد منه. ولو عدلنا في الـ في الـ في الجي بي كي دي ممكن نقفل اليوم اصلا صح؟ لو الكي غلط مش هيشتغل. لو الكي غلط ومعمول ان هو لازم يتشك زيرو يعني اوف و1 يعني اون. فهو لو معمول اون والكي غلط مش هيجيب منها. مش هيجيب منها جيب. وانا ممكن عندي في الكي دي ولا لا؟ لا مش الكي ده بتاعها بتاع جيب هات هم اللي عاملينه وحاطينه عندك. تمام؟ فادي واحده. باشمهندس هي كده كاني زي كاني بظبط في الريجستر بتاع الويندوز بخش احط واحد او زيرو عشان اشغل او هو ده بولين. هو دي اسمها بولين في اي سيستم صح زيرو مظبوط. بس هو هنا كونفيج فايلز احنا مش بنتعامل مع ريجستر كل ايفري سينجل فايل.
انا بتعامل مع الفايل بتاع الكونفيجريشن بتاع يامل. كل ريبو ليها فايل، والحقيقه ان هم هنا حاطين 3 ريبو في فايل واحد، وده يوضح لك ان ممكن اكتر من ريبو يبقوا في فايل واحد مفيش مشكله. لكن هو الاحتياج الاساسي اسم، يعني الشكل الاساسي ده انا محتاجه هو ده كده. لو انا شلت بقى الجي بي تشيك ده خلاص مش هيسال عليه. تمام ادي ريبو. طب واحده ثانيه الابديتس مكانها هنا، دي ريبو اسمها ابديت. تمام. طب واحده ثالثه اسمها سنتوس بلس، دي مكانها هنا. انا ممكن اضيف ريبوزيتوري جديده باسم ثاني طبعا، خليها حاجه معانا ورانا كاني كاني مثلا اوبشن. وانت بتعمل بص جي بي جي كيو ولا جي بي تشيك، ده بيتاكد ان هو يعني ايه كلمه جي بي جي؟ يعني كي اسمه الفورمات بتاعه نوعه جي بي جي. جي بي زي ما تعمل صور جي بي جي. لا 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 مش ده كي جي بي جي. اه جي بي جي ده نوع الانكريبشن اسمه جي بي جي، ده نوع الانكريبشن. طيب عندي كوماند تاني يام ريبو ليست بيعرض لي الريبوزيتوريز اللي عندي اللي هي انا فاتح لكم الفايل بتاعها من شويه. يام بو ليست ريبو ليست. تمام ده بيطلع لي الريبوزيتوريز اللي مفتوحه عندي. طلع ايه؟ الريبوزيتوريز اللي موجوده في فايلز. يعني يعني تعالى ادخل على دي كده. يا بيعرض دي ريبوزيتوري ده المكان اللي السيرفيس بتقرا منه تعمل ايه؟ الكود صحيح عندي بقول له انسرت انيبل ايكوال زيرو. راحت فين اكستراز؟ بس انا هنا عملت يام ريبو ليست طلع لي واحده اسمها اكستراز، ودلوقتي عملت يام ريبو ليست مفيش اكستراز. عارف ليه؟ لان انا خليتها اوف بدل اون. بص الفايل معايا. طب اللي هي بتعمل ايه دي اساسا؟ دي بيداونلود منها. لما باجي اعمل يام انستول بيدور في دول كله، اول ما يلاقي الباكج اللي انا كاتب اسمها في واحده منهم يجيبها، فكده مش هيدور في دي عشان هي اتعملت زيرو. عشان اتعملت زيرو بقت اندرس بقت ديسيبلد. مش فاهم ريبو ليست حضرتك لما بتعمل داونلود بيام انت استعملت يام قلت له يام انستول اتش تي تي بي دي. نزل الاتش تي تي بي دي تمام. جابهم منين؟ الانترنت. اللي هو انهي لينك؟ في الريد هات نفسه. اللي في الريد هات اللي عند الريد هات. السايتس دي متوصفه فين؟ في الفايل بتاع الريبوزيتوري. الفايل ده بيبقى موجود عندي في الجهاز. ايوه ايوه موجود في الجهاز. لو الفايل ده اتمسح اليوم مش هيشتغل. اي حاجه مش هتشتغل لانه مش هيلاقي ريبوزيتوري داونلود منه. خدت بالك؟ ففي اكتر من اختيار كلهم موجودين فين؟ كلهم موجودين في الباس ده اللي هو يام دوت ريبوز دوت دي. كويس؟ طب مثلا ممكن يقعد يوري له بحيث ان هو يدور في مكان تاني غير المكان دي عشان لو مثلا حاجه مطوله هنا ويدور عليها برضه. اه ويام يام ريبو ليست بيعجبهم بيعجب الانيبلد منهم فقط. في ديسيبل؟ هو ان انا عملت انيبل زيرو ده خلاها تسيبل. بص تاني يام ريبو ليست عرض لي مين؟ بيز وكروم وابديت. بيز دي اللي الريبوزيتوريز المتاحه عندي. طب انا عايز اقفل بيز دي، تعالوا نقفل بيز، انا مش عايز بيز دي تشتغل ما يدورش فيها. تعالى نفتح تاني ديفيم. فين بيز؟ عليكم بيز اهي. تمام حاجه هنا اقول له ايه؟ اني واحده فيهم. ما هو السكشن بادئ ببيز. ما هو السكشن بيز اهو. تمام انا عايزها انيبلد ولا ديسيبلد؟ انا عايزها دلوقتي ديسيبلد. اقول له انيبلد ايكوال زيرو يعني فولس. تعالى نسيف. ما ينفعش اخلي مكان واحد زيرو وبدل واحد بزيرو؟ ينفع وفي الحاله دي هتظهر. يعني هي لو ما فيهاش انيبلد دي انيبلد وده زيرو. ده سيف. لو هي ما فيهاش هي الديفولت بتاعها هي الديفولت بتاعها انيبلد. هي الديفولت بتاعها انيبل. برافو عليك. انا عشان اخليها ديسيبل محتاج اديها انيبل وزيرو. لكن انا لو ما كتبتش السطر بتاع انيبل ده خالص هو هيفترض انها انيبل وهيفترض انها شغاله ما كانت ظاهره. انا قصدي اللي فوق اللي هو الديفولت بتاعها واحد. تمسح الواحد وتحط زيرو. طبعا هي انيبل ديفولت. هي بالظبط هي بالظبط اهو. تعالوا نعيد تاني دلوقتي نشغلهم بقى. انا عايز بيز دي تشتغل. طب افتح تاني. فين بيز؟ انيبل ده ايه هنا؟ واحد. خليها بقى واحد صح؟
طب هو في سؤال هندسه، انا اصلا مش يعني مش فاهم دول، يعني انا عارف ان دول بيدور بيهم فريدات، بس البيس تفرق ايه عن مثلا مجرد مسميات. البيس دي حاجه على طول موجوده اللي فيها السوفت وير الاساسي، اكستراس ده بعض السوفت وير اللي انت اعتمدته انه ممكن تنزله عندك، بس مش اساسيات السوفت وير بس تراستد. يعني انت في الدي وسيب دي شغاله حسب انت بتكستمايز. انا مش عايز الناس اللي هتشتغل على السيستم تداونلود باكج غير اللي انا عايزه. تروح انت قافلها لهم كلهم. تروح انت مسودها لهم. ماشي اسودها لهم كلهم تمام، لكن اسيب حاجات واسيب حاجات مفتوحه ومقفوله إيه؟ لو انا عايز اسيب البيز دي التولز الاساسيه اللي هي ما نزلتش من الاول. لو انا مش عايزهم يعملوا ابديت وعايز اعمل ابديت بجد. لو انا مش عايز اخليهم يعملوا ابديت يبقى اقفل البيز كمان. تديها زيرو. الفكره بص دوت بتظبط منها السيتنج بتاعت دي جيت ونزلت لوحدها مع الاعدادات بتاعت النت. تقول له مثلا انا عايزه يفتحوا الكات دي يعملوا او ده بالظبط. انا مش عايزه يفتحوا يعملوا ده وانا باقي انستول وانا باقي انستول جوجل كروم باسم جوجل كروم اللي هي دي. تعال نبص جواها ايه الشكلها كلها العيال. البيس دي كده الجنرال مش مهندس نعم. البيس دي اللي هي جنرال البيسكس السوفت وير الاساسي اللي محتاجه في اي سيستم. فيم افرض فيم نزل له ابديت، لو انا ما عنديش البيس دي لو مش هتعرف تحدد هيابديت فيم هقول له يا ابديت يقول لي ده ازاي بقى لوحدها كده معلش. لان دي نزلت فايل، هي دي حته فيها لخبطه. احنا اول فايل فتحناه ده جواه ثلاثه ريبوز محطوطين في فايل واحد. ايوه تمام وده مش الصح، بس هي جيت هات عامله كده. هي جيت هات حاطه الثلاثه بتوعها في فايل واحد، لكن هما كانوا المفروض كل واحد يبقى في فايل مستقل. تمام جوجل لما انا نزلته نزل ريبو بتاع جوجل لوحدها. تمام فدي اسمها ايه؟ اسمها جوجل داش كروم دوت ريبو. تمام مكتوب جواه او ده مثال على واحده مستقله. كم سطر دول؟ خمسه بالاسم. انزل اهي انيبل اهي اعملها زيرو. تعالى نديها زيرو. لو حطيتها زيرو كده جوجل كروم مش هيشتغل. هندسه كده واضحه بقى. ايوه كده بقى ما يعرفش هو يعني يجوز في جوجل كروم. يام ريبو ليست ما ظهرتش جوجل. اه صح. تعالى نعمل لها انيب. مش عارف ايه هو كده مش عارف يستخدم جوجل ولا مش عارف يعمل انستول جوجل. لا مش هيعرف يعمل انستول. مش عارف يطوره مش عارف يعمل انستول. طب هو اوريدي عامل معمل له انستول. ما يستخدمش جوجل ده من هندسه من اي هات مش من هنا. صح؟ انه ما يستخدمش جوجل نفسه ده من اي هات. دي قصه ثانيه. ده من الفايرول ممكن من الفايرول ممكن لكن مش من هنا. هنا في الانستول بتاع السوفت وير. هنا انستول السوفت وير ممكن الدي ان اس ال. ممكن الدي ان اس ال تمنع ان هو يدخل من يعني يفتح جوجل كده مش عارف يعمل ابديت كده كده. واضح يا باشمهندس ولا لسه؟ كده مش عارف يعمل ابديت ولا مش هيعرف يستخدم. لا 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 مش هيعمل الابديت. كل القصه في الانستول. هو يام ملوش دعوه بالبرامج اللي بتشتغل عندك على السيستم. يوم هو اللي بينزل لك البرامج. فلو انا قفلت الريبو بتاع البرنامج مش هيتعمل له انستول لو هو ما كانش اوريدي انستول. هو بيفرق كان انستول خلاص بس مش هيتعمل له ابديت. يعني لو هو انستول مش هيتعمل له ابديت. بالظبط. لو مش انستول عمره ما هيحصل له انستول. بالظبط. هتيجي تعمل يام انستول اتش تي تي بي دي يقول لك ما فيش. عشان ما فيش حاجه بالاسم ده. ما فيش سيتيز دي في اليام. انا عامل انستول اصلا للجوجل وعملت يام ريموف. ودخلت في البوزيشن دي عدلت عملت ديزيبل خلاص مش هينزل. لو جيت عامل انستول تاني هيقول لك مفيش. هيقول لك مفيش حاجه بالاسم. حتى لو اديت له يو ار ال تاني لو حطيت يو ار ال فين؟ انت لو عملت دبليو جيت وجبته مانيوال هيشتغل عادي برضه. الفكره كلها في يوم انستول مش هيعمل لوكال انستول. هيعمل لو انا جايب دبليو جيت هيعمل لوكال انستول ملوش دعوه بريبوس. مش قصدي لو هو اللوكال انستول ملوش دعوه بريبوس تمام؟ لكن لو انا عامل جيت بقى اعمل يوم انستول اللي هي مبنيه على ريبو. اصل هو اللي بيحصل ايه؟ احنا كتبنا يام انستول اتش تي تي بي دي مظبوط. كوماند يام راح سال في الريبو اللي موجوده اللي هي البيز عندك اتش تي تي بي دي؟ قال لك لا. فبتطلع تجيبه من بره. راح سال ما هو عنده اكستراس كمان عندك اتش تي تي بي دي؟ قالت له قال له طب هاته وراح منزله لي. لو انا قافل الاكستراس وجيت اعمل يام انستول هيقول لي ما فيش. شبه البول بتاعت طيب؟ لا البول بتاعت الدوكر شبه بالظبط. الدوكر هاب شبه الدوكر هاب شبه ما كلهم نفس الفكر. كانك بتسحب زي جيت حتى مش انت في جيت بتعمل كلون من الكود من جيت على اللوكال عندك بس بيطلب كلون. نفس الفكر نفس فكره جيت كلون بالظبط. هو بيكلون من الريبو لوكال في الكاش والانستول تمام. يبقى انا اقدر ازود يعني عندك حاجه زي الادوبي مثلا. ادوبي عامله لوحدها ريبو بتاعتها. فلو انت عايز تجيب اكروبات مثلا افرض عايز تنزل اكروبات طب ينفع انزل الريبو دي لوحدها عشان طبعا من
من السايت بتاع الفيندو. يعني خلينا اجيب لك بتاعه ادوبي دي بس عشان الموضوع ده يفرق معايا كتير. يعني كده انا هفهم يعني كيف الموضوع فهمت اكتر. هو الريبوزيتوري دي يعتبر زي انا شايفه ان هو دي ان اس ده كده عايزين الكراك يا ابني بعد عني يا كراك يا يا ابني كراك مش كراك ده كراك ده بس اصلا ده معايا واحد كده كده في حد بيكرر كده بسورس اصلا كل متقدر انت تعمل له كده مش انت عايز الادوبي في الوشوب انت عايز الادوبي كله ما قالكش واد جامد بيكرر قالك معايا طول بيكرر كله اه ماشي عايز هو سامع بقولك معاك واد بيتخانق ولا بيعمل ايه لك بشوف اشباع سجل كل ده سواء خلاص ما قلت العمليه فيها اشباح لا لا ده مش طبعا ابعتها لكم على الجروب كده كده معايا ما هيتضرب يا ابني اتضرب ليه ما هيتضرب هيتضرب لما تبقى هيتضرب مظبوط ما تبقى اللي معاك هيشتغل اتضرب ليه هي اتضرب لو بعت له كده انا ضغطه اصلا انا هبعت لكم على الجروب ما انا مش عارف اقول اصلا هاخد رقمك من عبد الرحمن هارد ليه هارد ليه ده مسحته كام ده هجيب له ادب بالكراك لا لا انت هتجيب لك هجيب لك الكراك هبعت لكم يا جماعه على الجروب وهاخد رقمك هبعته لك على الجروب انا عايز ده هو 24 متر يا ابني بيقول لك هيبعته على الجروب هبعته على الجروب تقول لي الريبوزيتوري بتاعت ادوبي تعال بص اللي مكتوب جواها وطبعا نزل 2 واحده ال 32 بت نعم ينزل جوجل كروم معاها 40 من الصوره دي واحده ثانيه اهي بص ايه اللي مكتوب فيها السطور اللي انت محتاجها لاي ريبو اسم ريبو كده بقت واضحه البيز يو ار ان بالظبط انيبلد ولا ديسيبلد جي بي جي تشيك يعني ايه جي بي جي تشيك هندسه يعني اتاكد ان الكي ده مطابق للريبو اللي انت داخل عليه لو الكي ده هما اللي مدينهولك ده حاجه من ريد هات في المجال من ادوبي المجال من ادوبي لان دي الريبو بتاعت ادوبي بتنزل منها اكروبات دي بتنزل منها اي حاجه خدت بالك فلما اديها لك دلوقتي لو الكي بقى اتغير او الريبو اتغيرت مش هتشتغل فاهم احنا عملنا امبورت ار اي بي ام ماينس ماينس امبورت وحطيت الاكستنشن بتاع اليو ار ال عشان اجيب الريبوزيتوري دي لا اللي انا عملته الامرين دول ار بي ام ار بي ام كذا وار بي ام كذا تمام الاخر بقى اللي انت تقصد امبورت ده عشان احط الكي بس شغلتي بالك دي ابسط حاجه ان انا لو جيت فتحت الفايل ده ولغيت ده يبقى كده مش هيعرف مش هيعمل تشيك مش هيعمل تشيك لا هيشتغل مش هيعمل تشيك بس كده صح مش كده مش سكيورتي وايز لو انا مش واثق فيها مظبوط بس كده حتى بدونها فهو في الامتحان اصلا اللي بيطلبها منك ما فيهاش جي بي جي تشيك وبيدي لك في الاسئله انك حط كي حط ريبو اسمها كذا واليو ار ال بتاعها كذا بس فانت محتاج تحط الاسم هنا فوق بين قوسين والنيم هنا ايكوت والبيز يو ار ال كذا وانيبل ديس وبس وانيبل لواحد اه حتى لو ما حطيتش انيبل لواحد هتشتغل لان هي الديفولت بتاعها انيبل تمام فهو كل اللي محتاجه الشكل ده يعني هو في ده اصغر شكل الريبو شغال ده اصغر شكل الريبو يعني لو يعمل انستول ادوب ريدر مثلا هو هينزل اوتوماتيك ادوب بالظبط بص قالي ايه دلوقتي قال لي ادوب يعني انا مسحت كل السطور بقى جي بي جي وجي بي جي هي كل اهو كل اللي موجود فيها هنا دوب طب انا لو رحت هنا غيرت النيم ده خليته NH يوم لاب يقول لي ايه استنى هو انزرب ان امتش يوم لاب NH يوم لاب فالاسم ده انت اللي بتحدده اي اسم ما فيش اي قاعدة للاسم هو فانا بعد البلايس كل حاجة كل حاجة انت صحابك نزلت الادوبي ده استعملت ار بي ام اللي هي الطريقه اللي المفروض ما تحصلش بس هو لانها دي الريبو اللي كانت موجوده قدامي كانت محطوطه في باكج ار بي ام انت
طب احنا نعرف منين مثلا من حاجه زي الادوبي مثلا ده ممكن ينزل بيوم ولا بينزل بالبيت وبعد كده لوكال اكسبلور؟ بص هو الحقيقه انك هتدور في اليوم الاول. انا عندي كوماند يوم سيرش تمام، يعني وليكن مثلا ايه يوم سيرش قول ادوبي تمام، فهو جاب لي الحاجات بتاعت ادوبي. فلو الحاجه اللي انا بدور عليها موجوده من الريبو اللي انا كونكتد عليها خير وبركه، لو مش موجوده يبقى انا هروح للفيندور اللي انا عايز اخد منه الحاجه بتاعته، اشوف الريبو بتاعته اخدها احطها عندي في فين، في اي تي سي في يام ريبو دوت دي، يام دوت ريبو دوت دي تمام. وتبقى انيبلد برضه، تتاكد ان انيبلد واحد، او خلي بالك لو انيبلد متشاله خالص فهي واحد، يعني الديفولت بتاعها انيبلد. فكل اللي انا محتاجه ثلاث سطور، اسم الريبو والاسم اللي هو النيم ايكوال كذا واليو ار ال بتاعت الريبو دي البيزكس. عايز بقى تعمل جي بي جي تشيك يبقى تقول له جي بي جي تشيك انيبلد وتدي له الباس بتاع الكي اللوكال عندك على السيستم. الكي ده برضه بتاخده من اللي مدي لك الريبو، ممكن اجيبه من مثلا من ادوبي، ادوبي بتحط لك مع الريبو الكي بتاعها يقول لك ده الكي بتاعنا. او مثلا بس لو هو اكبر موجود في اليوم سيرش خلاص مش هحتاج اعمل، لو هو في اليوم سيرش يبقى هو مؤكد موجود في الريبو اوريدي من اللي عندك. اه يبقى انت مش محتاج تعمل كده، خدت بالك؟ لكن هو في الحقيقه الامتحان بتاع الريد هات بيبدا بان مفيش ولا ريبو عندك، فانت عشان تقدر تعمل ريبو هشتغل قبل ديك لو مفيش ريبو عندي. ما هو مش هيبقى سايبك شغال بيها كده برضه، هيبقى قافل. بس هو المفروض انا لو انا ما عنديش ريبو اصلا قبل جيت هو هيجي هيبقى عامل انستول اوريجينال المفروض، لكن لو هو حاطط فاير وول ميليمت الاكسس بتاعك بالاي بي بتاع ريبو دي بس مش هتقدر تعمل دبليو جيت. هو في الامتحان بيعمل كده. طب هو الحقيقه بيدي لك اليو ار ال بتاع الريبو ده مش على الانترنت اصلا، ده على سيرفر لوكال في نفس الداب اللي انت بتعمل فيه الامتحان. وبيطلب بيطلب منك ان انت تكونفيجر ريبو بالسيتنجز دي كذا، تخيل مثلا لوكال سيرفر 1 ما اعرفش ايه كذا، فانت هتكونفيجر وهو حاطط على جيبو دي الابلكيشنز اللي انت عايزك تنزلها، فهيقول لك نزل لي برنامج كذا. فانت لو ما كنتش عامل كونفيجر للجيبو صح كل ده مش هيكمل. هو الامتحان بتاعهم تريكي اكتر من الامتحانات اللي هي الفيرتشوال اللي هي مالتيبل تشويسز ومالتيبل انسرز، لانه بيديك كمبيوتر حقيقي وبيبدا مثلا البدايه خالص ان انت مش عارف الباسورد، لازم بتبدا كده. فلو انت ما تقدرش تريسيت الباسورد، احنا هناخد لاب ان شاء الله قريب يعني ريسيت الباسورد ازاي بيتعمل لها ريسيت. فلو انت مش عارف تريسيت الباسورد ده اصلا خلاص الامتحان كده مش كله ضاع كله في السؤال ده، بس لان انت مش عارف تدخل على الكمبيوتر ده عشان تعمل حاجه خلاص، خدت بالك؟ بعدين بعد ما اما خلاص انا مثلا يعني ريبو بيدالك مكتوبه بيقول لك اعمل ريبو جديده اسمها كذا واليو ار ال بتاعها كذا والكي بتاعها مثلا كذا. طب ماشي مفيش كي، لا هو حتى مسهل الموضوع. الناس هخش اليوم وانزلها، لا مفيش يوم بتاعك مش هنزلها كلها. احنا كده هنخش في اتش سي بتعمل تدخل على اتش سي تخش اعمل فيم لفايل جديد تاتش فايل ولا غيره. خلي بالك الريبو لازم تنتهي بدوت ريبو، لازم تنتهي بدوت ار بي ام ولا ريبو ار بي. لا هخش على ايه مثلا؟ تدخل على اي تي سي يام دوت ريبو دوت دي وتعمل فايل جديد اسمه ماي ريبو دوت ريبو اي اسم، تحط جواه السيتنجز اللي هي مديها لك اسم ويو ار ال وتعمل له سيف كده، تقول له يام ريبو ليست هتطلع الريبو الجديده اللي انت حطيتها. ابدا بقى يام انستول تلاقي البرامج بتاعتك بقت بتنزل لان الريبو دي شغاله. انا عملتها كانك عملت سكريبتايه. باشمهندس كل حاجه نجرب الكوماند بتاع ار بي ام كده مثلا يعرض لنا بعد. يا مش ممكن اخش انا اوريدي اي ريجن تيست بقلل كل الريبوز الموجوده واعمل ريبوز انا يبقى عندي مثلا ريبو. اه طبعا ده صح ده صح عشان حد ينزل حاجه. هو الاعراض دول بتوع ادوبي انت بتاخدهم بتاخد منهم واحده كوبي يا باشمهندس؟ اه ما اهو دي اسم الباكج اللي نزلت بتاعت ار بي ام. طب مثلا ايوه انا هستخدم اللي فوقيها ازاي بقى؟ هنستعمل ايه مش كده؟ معلش انت حضرتك اللي عرضتهم دول مش دول انت انا دورت بكل الحاجات اللي سيرش فدولة. انا عايز انستول مين فيهم؟ وليكن مثلا عايز انستول اول واحده اللي هي دي، هروح اقول له يام ما بينج يام لوكال انستول يام انستول ادوبي كذا كذا وتاخد دي كلها. اه واخد الاسم ده بس وده الاسم. طب انا عايز انستول دي بقى اقول له يام انستول وادي له الاسم ده. انت عايز بقى نستعمل ار بي ام بس ار بي ام جوجل مثلا او ار بي ام كيو اي يعني. تمام جوجل وده اللي انا منزله الار بي ام عشان نزل جوجل عندي فتحتها لازم اكتب جوجل الاسم الباكج بالظبط لازم اسم الباكج ار بي ام نوت انستول عشان ما نزلتش الباكج. لا انا ما نزلتش الار بي ام اجيب لك ار بي ام تاني جوجل مش نازل او مش عارف حاطط فين الاتش تي تي بي دي ولا ايش
لا بالعكس انا ممكن اعمل كده واقول له ايه ار بي ام على طول اهو اللي هو ايه ده ال اتش تي ده الاباتشي اسمه كده انا ثانيه اجيب لك واحده ثانيه عشان بيتشيك الفايل خليني اجيب لك هو ده بيجيب لك تقول له الفايل كذا يقول لك باكج مين اللي منزلها العكس يعني اهو بص انا عملت كده كويري اي والباكج كذا جاب لي كل الانفورميشن بتاعتها قال لي اسمها اباتشي الفيرجن بتاعها كذا الاركتكتشر اللي بتشتغل عليه بتشتغل على اثنين انستولد ولا لا نوت انستولد عشان انا انزله فيرجن تاني فوق مش هيبدا الجروب كذا السايز بتاعها بالبيت اللايسنس كذا سيجنتشر نمبر تمام ال بي ام انت بتستعمله للكويري انفورميشن فقط هو كوماند قديم اوبسوليت لا ينصح باستخدامه الا انك تجيب بيه انفورميشن لكن ما تعملش منه انستول تمام هو ممكن يتعمل منه انستول لكن هو انفورميشن بس عن الباكج عن ال بي ام انفورميشن عن الباكج اللي هي ال بي ام تمام لو هي انستولد عندك هيعجبك ماينس كيو اي ماينس كيو اي كويري خليها كيو اي بي كيو اي بي عشان تديله باكج اكتب اسم الباكج اللي انت عامل لها داونلود ب دبليو جيت اسم الباكج مش اسم الحاجه الانستول حاجه بتنتهي ب ار بي ام اللي هو بتاع جوجل صح؟ لو عامل لها داونلود لازم اكون صاحبها الاول ب دبليو جيت سيرش جوجل واجيب اللينك بتاعها كامل مريكو؟ انا عايز اتمرن عليها حضرتك قصدك على الاي بي ام مش كده؟ امال ايه عشان 6 3 بجيبها من الفندور اللي بدور عليه يعني بس بدخل على ادوبي حافظ شخص اللي في بتاع جوجل هندور عليه بتاع جوجل فكره ريبوزيتوري معلش هندسه بس عشان ابقى فاهم الموضوع كامل هو الريبو ده المقصود بايه بالظبط؟ لينك بداونلود منه سوفت وير لينك بداونلود منه سوفت وير هو اقرب لماب مش مهندس هو ماب هو بيرسم لك ماب تطلع منها تجيب الحاجه اللي انت عايزها فين بالظبط وبعد كده لا هو عنده الحاجه مش بيجيب لك هو عنده في جيبه دي الحاجه لو ما كانتش موجوده مش هتبص معايا حضرتك انت بتدوري على ريبو يام ريبو انت عايز تجيب ريبو جديده بتاعت حاجه جديده بدخل على اللي انا بجيبها ادوبي مثلا بدخل على السايت بتاع ادوبي اقول له ريبو بتاعتك كام يقول لي ريبو بتاعتي كذا اليو ار ال بتاعها كذا واسمها كذا والكي بتاعها كذا باخدها الداتا دي كلها كوبي واحطها في فايل جوه اي تي سي على يام دوت ريبو دوت دي يبدا ينزل الباكت حد يعني بيها تمام انا كده بعد كده هقول له يبدا ينزل الباكت نعم لا لا تمام لا تمام هنا عشان اعرضها عشان تعرف يام ريبو ليست يام وريبو ليست ريبو ليست اتمرن عليها يعني اتمرن عليها ازاي؟ اعمل يام انستول بص بس على اي تي سي على يام ريبو ليست المره الجايه احنا نجيبه مع بعض مش اسلام؟ ثلاث مرات مش انا حاسس ان انا واقف فيها لا جرب تنستول اي برنامج جي ام اتش تي تي بي اي برامج اتاكد انها بتنزل بس دي البدايه وشيلها ونزلها تاني شوف الفرق انها اتحطت في الكاميرا كان 50 و2 اصل انا متعود على الامتحانات اللي تبقى مالتي تشويس بالظبط لا هو معظم امتحانات الكمبيوتر مالتي تشويس